برنامج مع خير القرون مع محمد حسنون. أعزائي المستمعين والمستمعات، لقاؤنا وبرنامجنا مع خير القرون يتجدد، وحديثي في هذه الحلقة عن علم من أعلام التابعين يضرب بحلمه وسؤدده المثل: كان سيد تميم، إنه الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي الأحنف بن قيس. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، وورد أنه دعا له. قال الأحنف: بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان إذ لقيني رجل من بني ليث فأخذ بيدي فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: أما تذكر إذ بعثني رسول الله إلى قومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلام؟ فجعلت أخبرهم وأعرض عليهم، فقلت أنت: إنه يدعو إلى خير وما أسمع إلا حسنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكرت مقالتك تلك للنبي، فقال: اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول: فما شيء أرجى عندي من ذلك. ذكروا في صفة الأحنف أنه كان أحنف، أي في قدميه عوجاج، دميما قصيرا، ومع ذلك كان سيد قومه. قال خالد بن صفوان: كان الأحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه، وقد أصبح سيد قومه لما يتمتع به من صفات السيادة. والعبرة بالمخبر وليس بالمظهر، فقد كان فصيحا بليغا عاقلا. ولما سمعه عمر بن الخطاب وسمع فصاحته وما يتمتع به من صفات، قال: هذا والله السيد. قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف الكوفة مع مصعب، فما رأيت صفة تذم إلا رأيتها فيه. كان ضئيلا صعل الرأس، أي صغير الرأس، متراكب الأسنان، مائل الذقن، ناتئ الوجنة، باخق العين أي منخسف العين، خفيف العارضين، أحنف الرجلين كما ذكرت، في قدميه عوجاج، ولكن إذا تكلم جلى وكشف عن نفسه، أي كشف عن معدنه بفصاحته وعذوبة منطقه ورجاحة عقله. وليست هذه هي الصفة الوحيدة التي يتمتع بها، بل كان يتمتع بصفات رائعة سأذكرها بعد الفاصل. برنامج مع خير القرون مع محمد حسنون. أعزائي المستمعين والمستمعات، ما زال حديثنا العذب عن صفات الأحنف بن قيس. كما ذكرتم، مع فصاحته يتمتع بصفات أخرى، فقد كان متواضعا، ومن أقواله: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. كما كانت همته عالية، مترفعا عن سفاسف الأمور، ولا يشتغل بما لا يعنيه. قال ابن المبارك: قيل للأحنف: بما سودوك، أي جعلوك سيدا؟ قال: لو عاب الناس الماء لم أشربه. وعنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وقيل إن رجلا قال للأحنف: بما ست؟ وأراد أن يعيبه، أي ليس فيك صفة ظاهرية إلا تذم، فمن أجل أي شيء سودوك وجعلوك سيدا؟ فقال له: بترك ما لا يعنيني كما عناك من أمر ما لا يعنيك. وكان يضرب به المثل في حلمه وعظيم خلقه. ورد أن رجلا خاصم الأحنف فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، أي لو سببتني بكلمة
لتسمعن مثلها عشرا. فقال له الأحنف: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. وكان الخلفاء يعظمونه ويستشيرونه لعقله وحكمته، ومن هؤلاء زياد. فلما ولي بعده ابنه عبيد الله تغير أمر الأحنف، وقدم عليه من هو دونه، ثم وفد على معاوية في الأشراف. فقال لعبيد الله: أدخلهم على قدر مراتبهم. فأخر الأحنف، ولكن عندما رآه معاوية أكرمه لمكان سيادته وقال: إلي يا أبا بحر، وأجلسه معه وأعرض عنهم. فأخذوا في شكر عبيد الله بن زياد، وسكت الأحنف. فقال له معاوية: لماذا لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت خالفتهم. قال: اشهدوا، أي معاوية، اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله. فلما خرجوا كان فيهم من يروم ويشتهي الإمارة. ثم أتوا معاوية بعد ثلاث وذكر كل واحد شخصا وتنازعوا. فقال معاوية: ما تقول يا أبا بحر؟ قال: إن وليت أحدا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله. قال: قد أعدته. فخلى معاوية بعبيد الله وقال: كيف ضيعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت؟ فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره. والكلام لا ينتهي عن هذا الأمير الكبير والعالم النبيل سيد تميم الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، ولكن وقت الحلقة قد انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.